التي تنظمها لنا جمعية غاسين كلوب سبور كولتور. غادي يكون حاضر معنا هذا المساء كل من الفنانين اللي غيسافروا بنا طيلة هذه السهرة بتنوع ألوانهم الموسيقية عبر ربوع المملكة. يا جارتي وليلي ليلي ليلى غيبت علي يا جماعة وقصين راني مسول العميد جبت على عيون صورة شو وش خطري وش حالبكين يا شي بلدي بيع العائلة اللي خليت تابو. مرحبا بك على قناة أميغو 24 القناة المعنية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. شنو يمكن لك تقول لنا هذا الحفل الفني اللي تقيمه اليوم هنا بأنياخ؟ أنا جد سعيدة بالحضور ديالي ويعني أما بالمناسبة ديال هذا الحفل هذا حفل مميز لأنه كيجمع ما بين واحد جوج ديال المناسبات اللي هي المناسبة المسيرة الخضراء وديال عيد الاستقلال فأنا كيشرفني بزاف أني نحضر وأني نكون يعني من الناس المدعوين واللي يعني متشرفين بهذا الحفل السعيد وأنا جد فرحانة وتبارك الله التحضيرات كانت في المستوى والناس متحمسة ولا سيما أن يعني هذه أول مرة كدير هذه التظاهرة الفنية هنا في باريس فأنا جد سعيدة وفرحانة بزاف وبهذه المناسبة هذه كنتمنى لصاحب الجلالة والجميع المغاربة الهنا والسعادة والصحة والسلامة ونكونوا دائما يعني متألقين ونكونوا دائما غادين بالخطة الثابتة اللي معروفة على المغاربة وبالخصوص على القائدين الأعلى محمد السادس نصر الله. أمسية فنية ثقافية في منتهى الروعة كوكتيل الفنانين المغاربة من الشمال إلى الشرق من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق وتشرفت لالا نجاة عتابو بالأغاني تاعها اللي هي كتحبب الجمهور المغربي كثير والأغنية الأمازيغية والأغنية الصحراوية وكان حضور مميز بالمسؤولين تاعنا تاع السفارة والقنصلية والإعلاميين وكذلك لي سبونسور اللي هما كنشكروهم دائما كيدعموا الأنشطة الثقافية للجالية المغربية وكنشكروا طبعا كل شيء اللي ساهر على هذا الحفل وخاصة جمعية غاسين كلوب اللي كيترأسها سي سباح واللي معودنا أنه هذه الأنشطة ديالو كتكون دائما ناجحة ونتمناو له التوفيق ونتمناو الجالية المغربية طبعا أنها تسهر بحال هذه السهرات الفنية اللي دائما كتربطها بالبلاد ديالها بالثقافة نتاعها باش ما تغيبش عليها وخاصة كانوا عائلات بالأطفال ديالهم وهذا الشيء اللي بغينا أنه الأجيال الجيل الثالث والجيل الرابع يتحبب فيه الأغنية والثقافة المغربية وتوصل له. أولا وشكرا على الجالية المغربية
والحفل ديال اليوم 17 نوفمبر جا زوين يعني مزيان ودوزنا سوايع مع الناس اللي جاونا من المغرب مطربين ومطربات وصحاب التكريم شخصيا يعني ما عندنا ما نقولوا يعني مزيان كيجيو ينسيونا شوية في الغربة وشوية في المسافات يعني اللي طويلة وداكشي فوالا سي سا. قبل ما تخرج ما تنساش دير لايك إلى عجبك الفيديو، وإلا بغيتي تبقى توصل بالروبورتاجات حول الجالية المغربية في الخارج دير اشتراك للقناة مع تفعيل الجرس. mro24.com بوابة مغاربة العالم.